وللحديث عن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، وعبر الخط الهاتفي من اسطنبول الباحث السوري في القانون الدولي السيد ياسر الفرحان. مرحبا بكما معي يا سيد ياسر وكذلك سيد يوسف، أهلا بكما. مساء الخير، تحياتي لكم مساء الخير المشاهدين. أبدأ معك أستاذ يوسف حول يعني تقييمكم للتعامل الجهات التركية والشعب التركي والمؤسسات وطبعا بطبيعة الحال الجهات الحكومية الرسمية أيضا مع هذا الزلزال المدمر حتى اللحظة. منذ ساعات الصباح الأولى نتكلم عن كارثة كبرى، وهذه الكارثة الكبرى زلزال مدمر فجر يوم أمس، أعقبه بعد 9 ساعات زلزال آخر ظهر يوم أمس أيضا، والآن الأرقام تقول عن 5500 من الوفيات من الضحايا و 31 ألف مصاب، وما يزال هنالك الآلاف في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، والجهود مستمرة. كارثة بكل معنى الكلمة، ربما تسمى كارثة القرن، لأن هذا الزلزالين المدمرين نتائجهم انتشرت أو آثارهم انتشرت ليس فقط في العشر ولايات التركية، وإنما امتدت أيضا إلى الشمال السوري وشمال غرب سوريا، بل اجتازت حدود سايسبيكو لتصل إلى الدول العربية الأخرى، مؤثرة هنا وهناك، امتدت إلى لبنان الأردن فلسطين سوريا بل حتى إلى قبرص. وبالتالي قوة الزلزالين المدمرين ينبئان عن حجم الكارثة التي اليوم اضطر الرئيس أردوغان أن يعلن على أنها مناطق منكوبة، ويعلن التعطيل الدراسة إلى مدة أسبوعين وإغلاق المدارس في عموم تركيا لمدة أسبوع بداية من أمس. والآن الحكومة التركية مستنفرة بكل طواقمها، أكثر من 60 ألف من الكوادر الإنقاذ والدعم اللوجستي، و 21 ألف من الجندرمة ومن المؤسسة العسكرية والجيش، الكل مستنفرون للسباق مع الزمن من أجل إجلاء الجرحى وأيضا من هم تحت الأنقاض. نعلم أن أول 72 ساعة هي حرجة جدا، وبالتالي تركيا الآن فتحت الأبواب للدعم الدولي، مجيء الخبراء والمختصين وكل من يستطيع أن يساهم في مساعدة تركيا في إخلاء والبحث عن مفقودين أو ناجين من تحت الأنقاض. لذلك نتكلم عن كارثة كبرى لم تحدث منذ أكثر من 90 عاما، وبالتالي ما تزال الآن تبعاتها مستمرة، والجهود الحكومية والجهود الشعبية أيضا كبيرة للملمة الجراح ولتلافي الآثار الناجمة عنها. أرجو أن تبقى معنا أستاذ يوسف. أنتقل للسيد ياسر الفرحان معنا عبر الخط الهاتفي. أرقام الضحايا متضاربة في الحقيقة بين ما أعلنه النظام وما تعلنه المعارضة، هل من إحصائيات معتمدة وحول طبيعة الدمار الحاصل والضحايا والجرحى؟ نظام الأسد بداية يتاجر بالأزمات الإنسانية للشعب السوري، وهو جزء من صناعة هذه الأزمات. ما حصل من أضرار ومن تدمير هائل، أحد أسبابه في الشمال السوري أن الأبنية بالأساس بنيتها ضعيفة بسبب القصف الذي تعرضت له من نظام الأسد وروسيا وإيران على مدار السنوات الـ12، وبالتالي أي خبر يصل أو أي رقم يعلن من قبله هو محل تشكيك ليس محل ثقة أطلاقا. من ناحية ثانية، المناطق المتضررة في سوريا هي مناطق الشمال السوري، شمال غرب سوريا، ومعظمها تحت سيطرة المعارضة السورية، ولا يستطيع نظام الأسد الوصول إليها ليعلن الأرقام الحقيقية للضحايا فيها، مثلما وأيضا المؤسسات المعارضة ليس لديها الإمكانيات الكافية لتقوم ب إسعاف المصابين، لتقوم أيضا بنجدة المنقوبين، لتقوم بإجراء مسح وإحصاء للموتى للجرحى للبيوت المدمرة. نعلم تماما بأن هذه المناطق ليست محوكمة بالطريقة الكافية
تعيش حالة حرب تستهدف بشكل مستمر من قبل نظام الأسد والمجموعات الإرهابية بي واي دي بي جي بي كي كي، وبالتالي هي بالأساس منقوبة. قبل هذه المصيبة، قبل هذا الزلزال، هي مناطق منقوبة، والآن هي الأشد ضررا، هي الأشد احتياجا، هي الأشد معاناة تحت الأنقاض المئات من العوائل. حتى الآن غير معروف مصيرهم. بإمكانيات فقط الدفاع المدني السوري المتواضعة والتي نفذت، حتى الوقود لا يوجد لديهم كميات كافية لتتحرك آلياتهم إلى أماكن الأبنية التي تهدمت فوق رؤوس أصحابها الأطفال والنساء. الأعداد غير معروفة لكنها بالآلاف فيما يتعلق بالموتى، بالجرحى أضعاف ذلك، البيوت المدمرة أيضا أعداد كبيرة، ولا يوجد أي فرقة دولية وصلت إلى هذه المناطق من أجل مساعدة الدفاع المدني السوري، ومعظم عناصرهم متطوعون. نعم. وهذا من الأمور التي لفتت الانتباه. اسمح لي أسألك سؤال آخر قبل الانتقال للسيد يوسف مرة أخرى. يعني هناك صورة انتشرت لحركة الطيران في تركيا وفي سوريا بعد هذه الكارثة والدمار الذي حصل، وتبين واضحا حجم المساعدات وحجم الحراك الذي يعني والتضامن مع تركيا، بينما كان هناك إشكالية بسبب النظام وبسبب ما قام به من جرائم في دخول الطائرات والمساعدات أيضا إلى سوريا. كيف يمكن تقييم هذه المسألة من الناحية القانونية أو من الناحية حتى الإنسانية؟ بداية، تركيا تستحق أن يتضامن المجتمع الدولي معها من أجل مساعدتها، لأنها شعب أيضا قدم الكثير لكل العالم حينما تحصل نكبات في مناطق أخرى، ولأن الحالة الإنسانية، المشاعر الإنسانية، الواجبات الإنسانية، لأنها عضو بالأسرة الدولية، على كل العالم أن يقوم بمساعدتها. لكن وأيضا الشعب السوري المنكوب الآن في مناطقه المحررة من نظام الأسد والميليشيات الإرهابية، لا يوجد هناك مطارات أصلا، وبالتالي يعني هناك وسائل أخرى تستطيع الحكومات صناعتها، أن تهبط بتنزل المساعدات الإنسانية بالهليكوبتر، تنزل المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية عبر تركيا، إذا ما كان باب الهواء لفترة طويلة كمعبر معطل تستطيع استخدام معابر أخرى على الحدود التركية، تستطيع أيضا إدخال الخبراء الفنيين من الدول الأخرى من أجل أن يرشدوا مسعفي الدفاع المدني إلى الأدوات والتقنيات الحديثة، يقدم لهم الأجهزة الحديثة لمساعدة المصابين، نجدهم على شاشات التلفزيون بشكل مستمر، الأهالي المدنيين المتطوعين في الهلال الأحمر بأدواتهم البسيطة بأيديهم المجردة يحاولوا أن يحفروا تحت الركام ليخرجوا الأطفال والنساء المدفونين هناك. وأيضا وباتجاه آخر، حينما تقدم الأمم المتحدة الآن تعلن عن 25 مليون دولار لمساعدة كل من الشعبين التركي والسوري، هذا جيد لكن هذا غير كافي. نعم. طيب. صندوق الطوارئ في الأمم المتحدة يجب أن يكون مستمرا، منظمة الصحة العالمية توصل مساعداتها عبر نظام الأسد، كذلك الأمر اليونيسيف واليونسكو عبر نظام الأسد، وهذا لا يصل إلى الفئات المستهدفة في الشمال السوري، لا يصل إلى الأشخاص المحتاجين. نطالب بإدخال هذه المساعدات عبر الحدود التركية. ومن خلال سيد ياسر الفرحان، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ يوسف، كما تحدثنا قبل قليل، وصول مساعدات من أكثر من 70 دولة لتركيا، هذا نوع من إنجاز التعبير رد الجميل لتركيا، حيث أنها من أكثر دول العالم تقديما للمساعدات، وقد جاءت حتى من خلال الأرقام بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت مساعدات في الفترات الماضية بما يزيد عن 9 مليارات، تركيا تتحدث أرقام عن ما يزيد عن 5 مليارات دولار. هذه الدولة التي قدمت للجميع المساعدات اليوم أعلنت عن حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة، والتي تستدعي بالفعل تدخل والمساعدة من الدول الأخرى. بكل تأكيد تركيا تعتبر ليس الثانية يا سيدي، وإنما الأولى عالميا إذا ما قيست ما قدمته من مساعدات بالنسبة للإنتاج الإجمالي. بلا شك، بلا شك. نعم. الناتج الإجمالي. نعم. وبالتالي نعم، الآن يتم هنالك الآن رد الجميل كما تسميه إن شئت، وهذا أتوقع هكذا تكون الظروف تلزم
أو الكوارث هي التي تجعل أن يكون هناك اضطرارا لأن يكون هناك تعاون في المجال الإنساني. وما تعيش تركيا الآن ربما لا قدر الله كان ممكن أن تعيشه أي دولة أخرى، وهذا واجب أتوقع يتم الإيفاء به من كل من يدعم الآن، ولهم الشكر في ذلك خصوصا الدول العربية والدول الإسلامية. ولكن نقطة مهمة جدا هنا، التركيز فقط على تركيا هذا لا يليق لا بالمجتمع الدولي ولا بالمجتمع الإنساني. شمال سوريا وشمال غرب سوريا والمناطق التي تعتبر بين قوسين المناطق المحررة أو الخارج سيطرة النظام في سوريا، من لها؟ لماذا لا يتم دعمها؟ أليس هؤلاء بشر؟ هذا الشعب السوري الآن ما ذنبه وما شأنه بالسياسة التي تفرق؟ وهي حدود مصطنعة، هذه سايس بيكو هي التي جزأت هذه المنطقة، جميعها كانت تخضع لدولة واحدة وكانت تخضع لي كان الجميع كان شعب واحد، ومن باب إنساني يجب أن يكون هنالك دعم لكل المتضررين، لا تفرق على أساس سياسي أو على أساس دولي أو عرقي. وبالتالي تركيا الآن هي الوحيدة التي الآن تطلب من الجميع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتم توجيه المساعدات بشكل مباشر وليس من خلال النظام الذي هو أصلا مسؤول عن تهجير هؤلاء من أراضيهم وبيوتهم وإلحاق الأذى بهم ومجيئهم إلى هذه أو الهرب من الموت المحقق الذي كان يلاحقهم من خلال الأجهزة الأمنية والقصف العشوائي. وبالتالي مسؤولية كبرى ليس فقط لتركيا، تركيا والشعب السوري في الشمال السوري وجنوب تركيا، الجميع بحاجة أن يكون هنالك تكاتف ودعم إنساني قبل كل شيء ومن الجميع. هذه ليست منا وليس هو طلب تقصير أو استنجاد، وإنما هو واجب على جميع الهيئات العالمية والمنظمات الدولية. أما تركيا فهي لم تقصر في دعم الشمال السوري، ولكنها الآن هي تعيش حالة استنفار مطلق في 10 ولايات، أكثر من 13.5 مليون شريحة من المجتمع أو من الشعب التركي الآن تضرروا، وما تزال تبعات الكارثة مستمرة، 420 هزة ارتدادية مستمرة بعد الزلزالين المدمرين، عشرات الآلاف الآن في الخارج بدون مأوى. الحكومة التركية قامت بإنشاء مدينة خيم تتسع ل10,000 شخص، وتقدم الهلال الأحمر التركي يقدم 200,000 وجبة ل200,000 إنسان، وهذا الحجم نعم. ينبئ عن حجم الكارثة الموجود، ومؤسسات المجتمع المدني تعمل ليل نهار، ويجب إيصال ما تعانيه المنطقة جنوب تركيا وشمال سوريا برمتيها نعم. لا نستطيع أن نفصل جهة عن أخرى، هذه كارثة إنسانية كبرى، والمجتمع الدولي عربا أجانبا كانوا حكومات وشعوب عليهم أن يتحلوا بإنسانيتهم ويدعموا بما يجب الدعم به، لأن الأيام دول، واليوم ربما كارثة هنا ولا سمح الله غدا تكون كارثة هناك نعم. لذلك المجتمع الدولي مسؤول عما يجب القيام به قبل كل شيء. نعم، الأيام دول من سره زمن سأته أزمانه. أرجو أن تبقى معي سيد ياسر الفرحان، الأمين العام للأمم المتحدة اشتكى ولطالما اشتكى من قلة المساعدات التي والدعم الذي يصل إلى الشعب السوري، والآن الشعب السوري في أحوج ما يكون إلى هذه المساعدات والعون لا سيما بعد هذه الكارثة. هل تتوقع بالفعل أن يبذل العالم جهدا مضاعفا من أجل أن يخفف من أوجاع وألام المنكوبين من هذا الزلزال؟ الشعوب تندفع بمشاعر إنسانية طيبة لمساعدة المنكوبين، ما من شك وما من شك بأن عدد من الدول الصديقة أيضا تسعى لمساعدة الشعب السوري. وكما تفضل زميلي قبل قليل الأستاذ يوسف، يعني المساعدات تستغرق في
تخصيص نظام الأسد بجزء كبير منها، ونحن لسنا ضد إيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، لكنها حينما تدخل من قبل مؤسسات ووزارات وحكومة نظام الأسد تسيس ولا تذهب إلى الأطراف المحتاجة، إلى الجهات المستهدفة فيها، يستخدمها في تغذية آلة حربه على الشعب السوري الذي كما تفضل قبل قليل هو من هجرهم وهو من تسبب بالكوارث التي وصلوا إليها. نطالب نحن بإدخال هذه المساعدات عبر الحدود، ليس عبر الخطوط، ليس عبر نظام الأسد. نظام الأسد فقد سيادته على الأرض السورية وفقد شرعيته وفقد أيضا القيم الأخلاقية التي من خلالها المانحون يتشجعون في وضع أموالهم في هذه الصناديق من أجل مساعدة السوريين، حينما يجدون بأن هذه الصناديق تذهب في جزء كبير منها إلى نظام الأسد وجزء آخر إلى المنظمات في شمال شرق سوريا بوادي بيجي التي هي أيضا يعني تتسبب بمعاناة السوريين وتستخدمها لأغراضها السياسية والعسكرية خارج العملية الإنسانية. بالتالي يحجمون هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا مع الأسف الشديد الميزانية التشغيلية التي تستخدمها الأمم المتحدة في لإيصال هذه المساعدات، المنظمات الوسيطة والمصاريف التشغيلية من رواتب وأجور وغيرها تستغرق كثير منها، وبالتالي يجب إيصالها بشكل مباشر إلى الأطراف المستهدفة بآلية أكثر مرونة. يجب أن لا تمر بإجراءات مجلس الأمن حيث تبتز روسيا الأطراف الدولية بتسييس هذه المساعدات، تفرض عليهم أن يذهب جزء كبير منها لمشاريع التعافي المبكر لصالح نظام الأسد من أجل استخدامها بإعادة الأعمار. وكذلك موضوع التغلب على المعوقات لإيصال المساعدات، وليس فقط في أوقات الكوارث، يعني حتى في الأوضاع الطبيعية يعيش هؤلاء في المناطق، في تلك المناطق وفي الخيام يعيشون ظروفا صعبة في الحقيقة. في كل موسم شتاء على سبيل المثال هناك مشكلات كبيرة يواجهونها. نعم، وهذه المنطقة، هذه المناطق في شمال غرب سوريا هي أساسا منكوبة ما قبل هذا الزلزال. نعم. والآن تتفاقم الأمور أكثر، وبالتالي هي يعني بحاجة إلى زيادة كمية المساعدات من بعد إنقاذ أو إخراج الأهالي من تحت الركام، من استخراجهم من تحت الأنقاض تبدأ عمليات أخرى لإيوائهم. حتى الآن ما زالوا يعني بالآلاف مشردين في البراري. في تركيا هناك حكومة، دولة قوية تبذل كل ما تستطيع. نشاهد نحن على شاشة التلفزيون كيف الوزراء بأنفسهم مستنفرين في كل المدن وكل الولايات ويسخرون إمكانيات هائلة لإنقاذ الشعب التركي، وهذا يعني حق يستحق هذا الشعب. هؤلاء المسؤولون الذين يبذلون كل هذه الجهود لأجلها، لكن في سوريا لا يوجد، الأمر ليس كذلك، الأمر بمنتهى الصعوبة، وبالتالي هذا ما يستدعي تدخلا دوليا سريعا وعاجلا لإنقاذ هذه المناطق من الأوضاع التي وصلوا إليها. أشكرك سيد ياسر. أستاذ يوسف، أخيرا يعني أسأل فيما طرحه أو تفضل به الأستاذ ياسر حول هذا النموذج التركي، بدءا برأس الهرم في تركيا، الرئيس والوزراء والحكومة والمؤسسات، وليس انتهاءا بأقل مواطن تركي، وهذا التضامن والتكافل من المدن التركية والمحافظات والولايات. هذا النموذج التركي الفريد في الحقيقة في أوقات الأزمات بشكل عام، سواء كانت أزمة سياسية مثل ما حصل في الانقلاب، أو أزمة كوارث طبيعية مثل ما حصل يوم أو الأمس، ماذا يعكس عن حقيقة الشعب التركي والحكومة التركية؟ يا سيدي، عندما يكون هنالك، عندما يفرز الشعب من يمثله حقيقة، فتجد أن تكاتف بين الشعب وبين الحكومة، بين الشعب وبين الرئيس، وهذا التكاتف تذوب معه كل العوامل الأخرى سياسيا وعرقيا ومذهبيا، والشعب كله يهب كيد واحدة وكرجل واحد. قال الرئيس أردوغان بالأمس: نحن الآن 85 مليونا، كلنا على قلب رجل واحد، يجب أن نهب جميعا من أجل التحلي بالإنسانية والواجب الإنساني ودعم كل المنكوبين وإنقاذ كل المتضررين، وأن يكون هنالك بدون التفرقة. هذا
تركي، هذا كردي، هذا عربي، هذا شيشاني، لا فرق، الجميع إنسان والجميع يجب نصرته. هذا لا يحمل الجنسية التركية بغض النظر، الكل جميع المتضررين يتم دائما التعامل معهم من واجب إنساني أولا، ثم من واجب ديني ثانيا، ومن واجب الجوار ثالثا. وبالتالي نعم، هذه القضية هي قضية متأصلة، وليس فقط الآن، منذ الإمبراطورية العثمانية، ونحن نعلم بأن تركيا دائما كانت هي ملاذ لكل المنكوبين وكل المهجرين، فما بالك إذا ما حدثت هذه الأمور على أراضيها. وبالتالي واجب أساسي، والكل الآن مستنفر، بل حتى أكثر من ذلك أعلم علم اليقين هنالك من فتح بيوته للمهجرين، وهنالك من باع الكثير مما يملك من أجل الدعم، كل حسب قدرته. وأكرر وأعيد وأقول، يجب ألا ننسى الشمال السوري والمهجرين السوريين في شمال سوريا. كان الله في عون الجميع إن شاء الله، كان الله في عون الجميع في شمال سوريا وجنوب تركيا، ومصاب واحد بلا شك. شكرا لك سيد يوسف كاتب أوغلو، شكرا سيد ياسر الفرحان، شكرا لكم.